تعالوا بقى دلوقتي نرجع للمسخن الفلسطيني. سلقنا الفراخ، انا دلوقتي طلعتها من الشوربه المركزه جدا وسبتها تبرد او تتشمع في الهواء، دي خطوه. الخطوه اللي بعد كده ده البصل اللي شوحناه مع بعض في كميه زيت زيتون كتيره جدا، وده اصل الطبخه بتاعتنا النهارده، زيت الزيتون الكتير، وخد سماء وخد ملح وخد كمون وتشوح كده زي ما انتم شايفين. البصل ما تهراش وما استواش للاخر، انا يا دوبك دبلته او طيبته بس كده، وكان في ربع كوبايه زيت زيتون سبتها للاخر، قلت لكم علشان نرجع نحيي بيها تاني الطعم والريحه بتاعت زيت الزيتون على البارد بقى. يعني بعد ما خدت البصل كده بعيد عن النار، رحت واخده ربع كوبايه زيت الزيتون دي كده على البارد، بصوا بس حلو قوي كده. تعالوا شوفوا بقى الحركه العبقريه اللي هنعملها دلوقتي دي. الشوربه المركزه جدا اللي سلقت فيها الفراخ، شلنا الفراخ واروح واخده ريحتها رهيبه ما شاء الله. هاخد الشوربه هنزل بيها كده او شويه منها على البصل، عشان دي التسقية اللي هسقي بيها عيش الطابون او عيش المسخن اللي هنقدمه كده على البصل كده بزيت الزيتون، وهقلب وكده. دي بقت جاهزة معايا لتسقية العيش كده، احنا جاهزين تمام. تعالوا بقى ناخد مقادير العيش ونشوف مقاديره ايه، ونعرف كمان البديل ايه. يعني لو انا دلوقتي عايزه اقوم دلوقتي حالا اعمل الاكله الحلوه دي ونفسي اتفتحت لها، بس مش هقدر اعجن واخبز واعمل العيش والكلام ده كله، اقدر، مع انه مفيش خبز في فرن ولا حاجه، ده هيستوي على عين البوتاجاز عادي. البديل بتاعه عيش التورتيلا اللي هو بيتباع جاهز، تجيبيه وهيدي نفس الغرض بس مش هيبقى زي بتاع عيش الطابون كده. تعالوا ننزل المقادير بتاعه العيش بتاعنا، عيش اكلتنا النهارده، عيش المسخن او عيش الطابون. الله عليكم، يلا مين بيكتب على اللايف بيقول عاصمة فلسطين ايه؟ احنا بس مغطيين العجينة. تعالوا ننزل المقادير، بسم الله، مقادير عجينة عيش الطابون او عيش المسخن. 3 كوبايات دقيق هيعملوا لك 5 ترغفة كبار، 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة ونص دقيق اسمر، معلقة صغيرة ونص خميرة، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج بودر، ورشة ملح، كوباية ونص مية دافية، وتلات معالق كبار زيت زيتون. نقول المقادير تاني، 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة ونص دقيق أسمر، معلقة صغيرة ونص خميرة، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج بودر، رشة ملح، كوباية ونص مية دافية، 3 معالق كبار زيت زيتون. الزيت الزيتون آخر حاجة بتتحط على العجينة. باخد كل المقادير اللي قدامكم دي على بعضها، بعجنها كلها على بعضها لغاية ما تديني عجينة طرية، ما تكونش يابسة، تكون عجينة طرية كده، إيه، بتمط معايا كده. بعد كده أروح مقرصاها على 5 كرات وافرش زيت، واروح حاطه الخمس كرات عليها وبططهم بايديا كده واغطي واسيبها تخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عامله ازاي؟ دي كده مقادير الثلاث كوبايات دقيق. هنعمل ايه بقى؟ هتشوفي، هتجيبي مثلا طاسه او هتجيبي صينيه على النار كده، دي سخنت قوي نسيبها تبرد شويه، وهجيب بول الدقيق. يلا، وبعد كده احنا ان شاء الله يعني رغيف واحد بس، انا كده كده عامله قبل الحلقه شويه حلوين، فهوريكم بس الفرد والتسويه. رش الدقيق يا استاذه ناديه. استاذه ناديه اهلا وسهلا. يا احلى شيف اهلا. مدام ناديه ازي حضرتك، عامله ايه؟ اللي وحشاني قوي قوي قوي. الله يخليكي وما تشوفيش وحش يا رب ابدا. الله يخليكي، منوره الدنيا كلها. ما الله يخليكي، ما يفوتكيش واجب. جميله في الشال اللي بتاع فلسطين حبيبتنا طبعا، اللي ربنا هينصرهم يا رب، يا رب ربنا هينصرهم بفضل دعائي ودعايا ودعاء كل الناس بتدعي لهم. اللهم امين. بذنب الاطفال بس اللي بتقطع القلب يا شيف فادي. والله اطفال وكبار وكله. اه طبعا، اكتر حاجه مقصره فينا بجد. اه والله يا حبيبتي، فربنا ان شاء الله يحفظهم يا رب، ودعانا يوصل لهم باذن الله. اللهم امين. والنهارده بقى حضرتك عامله لنا حاجات جميله زي كل يوم، واخده بال حضرتك؟ ما انا لازم اديكي حقك في كل حاجه. يا رب يخليكي يا مدام ناديه، والله ما فيش حق ولا اي حاجه. كل خير. الله يكرمك، ربنا يخليكي لينا جميعا. وما تشوفكيش كده ابدا في حاجه وحشه يا رب. الله يخليكي يا مدام ناديه، ودايما جميله ودايما ناجحه، وانتي الاول واحده شفتها
في حياتي شيف هالة اول واحدة اكلمها في برامج الطبخ دي. حقيقة دي حقيقة حبيبة قلبي من زمان يا مدام نادية، والله تسلمي لي يا حبيبة قلبي وما تحرمش منك ابدا يا رب. بصوا بقى كده بحاول اخليها مدورة على قد ما اقدر، يعني بحاول اخلي العيش رغيف العيش يطلع معايا مدور على قد ما نقدر كده، شايفين ازاي؟ وما ترققهوش قوي، انا مش عايزاها بس ترق معايا، لان هو العيش ما بيبقاش رقيق، العيش بيبقى شويه متماسك. عاملين عامل كده زي ايه؟ زي الرقاق كده. طيب بص يا استاذ احمد، عشان انت عايز تطلع فاصل، اطلع فاصل على ما نعمل كام رغيف كده وترجعوا لي من الفاصل نكمل المسخن الفلسطيني مع بعض.